بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي. درسنا اليوم بعنوان تكافؤ الكسور الاعتيادية والكسور العشرية. كلمة تكافؤ أو متكافئة سمعنا عليها في الفصل اللي راح، وعرفنا كلمة الكسور المتكافئة يعني الكسور المتساوية، وبالتالي كلمة تكافئ أو تكافؤ هذه معناها تساوي، أي أن فكرة هذا الدرس تدور على أننا أعطيك كسر عشري والمطلوب منك إيجاد كسر اعتيادي مكافئ له، أو العكس، كسر عشري والمطلوب منك أن تجد له كسرا إيش اعتياديا مكافئ لهذا الكسر. ناخذ مثال توضيحي كده يا شباب. لو نظرنا الى هذا الرسم، هذا الكلام قد درسناه في الدرس السابق واللي قبله واللي قبله. الحين الجزء المظلل هنا 1 2 3 4 5، فخمسة من ايش؟ من 10. فخمسة من 10 هذا يساوي ايش؟ 5 على 10. 5 على 10، والخمسة على 10 اللي هي ايش؟ نص. 5 على 10 اللي هي ايش؟ نصف. يبقى الحين هذا كسر عشري، أصبح له كسر إيش مكافئ له، هو كسر اعتيادي 5 على 10. طيب الرسم الثاني المظلل هنا 50 جزءا كما ترون، لو عدناهم كده أنا 10 20 30 40 50، 50 من كل كم يا أحباب؟ من 100. هذه 50 من 100 اللي هي 50 على 100، مع التبسيط تصير إيش 1 على 2. فالحين هذا كسر عشري صار له كسر مكافئ، هو كسر إيش اعتيادي. وضحت فكرة هذا الدرس يا شباب؟ طيب هيا بنا لنأخذ أمثلة. طيب قبل ما ندخل على الأمثلة، لابد أننا عشان أجيب كسر أو أحول الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري، لابد أن أجعل المقام إما صفر أو عشرة، إما 10 أو 100 أو 1. إما أجعل المقام حق هذا الكسر إما يكون 10 إما 100 أو 1. طيب اللي أنا كتبته هنا قدامك الحين، إذا وجدت 4 في المقام أضربها في 25 عشان تصير إيش؟ 100، عشان تصير 100، فبالتالي يصبح الكسر عدد على 100، فيكون سهل التحويل إلى كسر عشري. طيب إذا وجدت 4 تضربها في 25، توجدنا 25 نضربها في 4 عشان تصير كام؟ 100. طيب إذا حصلت 5 أضربها في 2 تصير إيش؟ 10. وإذا حصلت 2 أضربها في 5 تصير 10. طبعا زي ما نضرب فوق نضرب تحت، زي ما نضرب البسط نضرب إيش؟ المقام. واضح يا شباب؟ ناخذ مثال. الحين الكسر هذا كم الجزء المظلل الحين؟ ها 3 من 4، يعني 3 أرباع. وحنا اتفقنا لو لقينا 4 في المقام وش نسوي فيها؟ نضربها في 25 تديك ايش؟ 1000. تعطيني ايش؟ سوري، اعطيك 100 وليس 1000. 4 في 25 100، زي ما نضرب المقام في 25 نضرب البسط حقه في 25 تصبح 3 في 25 تعطيك كام؟ 75. 75 على 100 اللي هي 75 من 100. واضح؟ 75 على 100 اللي هي 75 من 100 في صورة كسر إيش؟ عشري. نأخذ مثال آخر، أو نحن نفهم ذولي لو إحنا، أو نقول نحفظهم هيسهل علينا شوي كثير. وهذه الأشياء يا شباب نحتاجها في متوسط، في نفس الدروس تقريبا في متوسط. ناخذ النصف تساوي 5 من 10، كمان بتفيدك في القدرات إن شاء الله في الثانوية العامة. طيب هنا النص هو 5 من 10، والربع 25 من 100، زي ما اتفقنا لو لقيت 4 أضربها في 25 هي نفس اللي أنا قلته هناك، 25 في 4 في 25 يعطيك 100، وواحد في 25 يعطيني 25، فتصير 25 على 100 اللي هي 25 من 100. طيب هذا الربع 25، إذا الربعين كنان 50. طيب الخمسين هي 5 من 10، 3 أرباع يعني ربع وربع وربع، يعني 25 زائد 25 زائد 25 يعطيني 75. الخمس 2 من 10، والخمسان دبل هذه على طول 4. طب 3 أخماس زيد الاثنين على 5 وأربعة على 5 يعطيك 6، زيد الاثنين من 10 وأربعة من 10 يعطيك 6 من 10. طب 4 على 5 أو 4 أخماس هتساوي 8 من 10. هيا بنا إلى مثال. يقول اكتب كسر اعتيادي وكسر عشري يعبر عن الجزء المظلل.
الحين كم جزء مظلل الحين يا شباب؟ نعد 1 2 3، 3 من كم؟ من 10. إذن الكسر الذي يعبر عنه هو 3 على 10. طيب 3 على 10 كسر اعتيادي، كيف نكتبها 10؟ تكون 3 من 10، يعني 0.3. واضح يا شباب؟ تمام. مثال آخر، هنا المظلل كم؟ 3 من كم؟ من 5. 3 من إيش؟ من 5. هذا كسر إيش؟ اعتيادي. طيب ترى الحين يا أستاذ توقعي لو وجدت 5 وحصلت 5 في المقام وش أضربها؟ ها أحسنت، أضرب في 2 فتصير 6 على 10. طب 6 على 10 كيف تحولها لكسر عشري؟ تصير 6 من 10. واضحة يا شباب؟ واضحة؟ مثال آخر، الكسر الاعتيادي، أسمع الطالب يشاركني، ها من؟ أحسنت، سوي 1 من 4، يعني 1 على 4، يعني ربع. طيب إذا حصلت 4 في المقام، من يتذكر في كم نضربها؟ يا سلام عليك، أنت رائع، نضربها في 25. أضرب 25 فوق 25 تحت، فبتصير 25 على 100، اللي هي 25 من 100، أو إحنا حافظين لو إن قلنا الربع هو 25 من 100. هنا 25 يا شباب، تمام. مثال آخر العكس، حين أعطيتك كسر جاهز اعتيادي بدون رسم وأبغى أحوله إلى صورة كسر عشري، 6 على 10 ما يحتاج، هي 6 من 10، يعني فاصلة، أو أكتبها من اليسار 0.6، ما فيها شيء. طيب هنا ربعان، ممكن أقول أنا حافظ يا أستاذ أنت توك قايل لي الربع بيساوي 25، فالربعان هم 50 من 100 أو 5 من 10. أو واحد يقول ترى يا أستاذ أنا جواب طريقة الضرب، إذا حصلت 4 بضربها في 25 ولا فوق 25، فاثنين في 25 يعطيني 50 على 100، اللي هي 50 من 100، اللي هي 5 من 10. كل الطرق صح يا شباب. ها 6 على 100، أحسنت، تكون 6 من 100، كيف أكتبها؟ 0.06. طيب اللي بعدها 4 أخماس، ها واحد شاطر يقول رائع، 4 أخماس تساوي 8 من 10، لأن الخمس الواحد هو كم؟ 2 من 10. طب خمسان 4 من 10. طيب 3 أخماس 6 من 10، يا سلام عليك، أنت بطل رائع. هنا يقول اكتب كل كسر مما ياتي على صورة كسر عشري. أجاب لؤي إجابة صحيحة عن 20 سؤال من 25 سؤالا في اختبار ما. طيب الولد لؤي هذا كان عنده اختبار أجاب 20 سؤال من 25 اللي هو عدد الأسئلة. طبعا ما بيكم تكون مثل لؤي، بيكم كلكم تجيبون 25 من 25 إن شاء الله بنسبة 100%. اكتب درجة لؤي على صورة كسر، أحسنت، تمام، وعلى صورة كسر عشري. طيب هو أجاب كم درجة صحيحة؟ جاب 20 سؤال، حلو، من كم؟ من 25، يبقى إذن الكسر 20 على 25، ما فيها شيء. ممكن أقول أبسطها تقول تقسيم 5 يعطيك 4، تقسيم 5 يعطيك 5 فتصير 4 أخماس، ممكن تخليها زي ما هي. طيب أبغى أحولها لصورة كسر 10، إذا حصلتها 25 في المقام نضربها في 4، أضرب تحت في 4 تصير 100، أضرب فوق في 4 20 ضرب 4 صفر ينزل فتصير 80 على 100، أو 8 من 10، اللي هي بنسبة 4 أخماس لو أنت عملت عملية تبسيط. واضح شباب؟ تمام. سؤال آخر، الجزء المظلل كم جزء؟ عد 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 من كلهم كم؟ من 10، فتصبح 8 على 10، اللي هي 8 من 10. واضح يا شباب؟ مثال آخر، المظلل كم؟ كيف أعد هذه يا أستاذ؟ ترى سهلة ما يحتاج، هذولي كم؟ 10، وهنا 10 20 30 40 50 60 70، ها 1 2 3 4 5، فأصبح 75 على إيش؟ على 100، اللي هي 75 من إيش؟ من 100. أحسنت، رائع. مثال آخر، الجزء المظلل كم؟ 2 من الكل 4، فتصبح 2 على 4، 2 على 4 اللي هي كم؟ نص. طب النص كم؟ 50 من 100، اللي هي 5 من 10. أحسنت. طب طالب ممكن الثاني يقول
في المثال السابق يقول 2 على 4 الربع ب25 وربعان ب50 من 100 صح، 5 من 10 صح. طيب هنا كم جزء مظلل؟ جزءان من كم؟ من 5، ف2 على 5. من شطر يقول الخمسان بكم؟ الخمسان ها الخمس الواحد ب2، طب 50 ب4 من 10. احسنت. طيب هنا الجزء المظلل كم عمود؟ 1 2 3 4. العمود هذا ب10، من الاصل كله 100، يبقى يصير 40 على 100، فتصبح 40 من 100 او 4 من 10. واضح يا شباب؟ طيب الكسر الاعتيادي كم؟ ها ابغاك تشاركني، تفضل يا بطل. احسنت. هنا 3 من الكل 6، 3 من 6 الثلاثة نصف الست، فالجزء في الكسر هذا نصف، أو التبسيط يعطي لك نصف. طب النصف كم يا شباب؟ ها؟ أحسنت، أنت رائع. كم؟ 5 من 10، يا سلام عليك، أو 50 من 100، في صورة كسر إيش؟ 10. واضح يا شباب؟ طيب نريد بطل أن يشاركنا ها؟ أو طالبة شاطرة. يا سلام، هنا الجزء المظلل 3 من 5، ثلاثة أخماس. البطل يقول لي الخمس بكام؟ يذكرني. يا سلام عليك، الخمس باثنين من عشرة، خمسان أربعة، ثلاثة أخماس. يا سلام، أنت رائع، يساوي 6 من 10 أو 60 من 100 في صورة كسر عشري، يعني 3 على 5 كسر اعتيادي، والعاشري 6 من 10. أحسنت. مثال آخر، اكتب هذا الكسر بصورة كسر عشري. 78 من 100، يعني المقام في 100، خلاص ما يحتاج 78 من 100. كيف أكتبه؟ 0.78 كما تعلمنا في الدروس السابقة. مثال آخر، 4 على 10، ها هو 4 من 10، يا سلام ما يحتاج. مثال آخر، 3 أخماس، تونا قايلين الخمس باثنين، خمسان، ثلاثة الخمسان 4، ها وثلاثة أخماس 6 من 10. أو بطل يقول يا أستاذ ترى أنا حصل 5 أضرب في 2 وهنا في 2، فبصير 6 على 10، 6 على 10 اللي هي 6 من 10. كل الطرق صحيحة يا شبابنا الحلوين. آخر شيء، ها ربع، ربع كان محظين، ها 25 من 100، يا سلام عليك. طب واحد يقول ترى ما أحب أحفظ، أنا أحب أحل. يا سلام، تفضل عطنا حلك. يقول إذا حصلت 4 بضربها في 25 وأضرب 1 في 25، فبصير 25 على 100 اللي هي 25 من 100. أحسنت وبارك الله فيك. طيب معنا مثال آخر، يعطيني خط أعداد ويقول لك هذا الخط الأعداد مكتوب بكسر عشري وأبغاك تحطه لي كسر اعتيادي، أو يعطيك كسر اعتيادي وأبغاك تحطه في صورة كسر عشري. الحين هنا 1 3 4 2 على 4، 1 على 4 0، طبعا بدأ من اليسار، 0 هو 0. طب الربع كم عشري؟ يا سلام عليك، 25 من 100. واثنين على اربعة ليه نصف؟ ليه كم؟ 5 من 10 أو 50، يا سلام. وثلاثة ارباع ابغى اسمع منك، يا سلام انت رائع، 75 من 100. طب والواحد؟ 1 هو 100 على 100 اللي هو 1 صحيح. يا سلام، رائعون رائعون. مثال اخر، ها هنا 1 0، 1 على 5، 2 على 5، 3 على 5، 4 على 5، 1 صحيح. الصفر هو صفر ما فيه. الخمس ها 2 من 10، يا سلام. خمسان 4 من 10، ثلاثة أخماس 6، 8 من 10 اللي هي حقة من؟ 4 أخماس. أنت رائع. هذه العكس، أعطيك كسر اعتيادي وأبغاك تحط في صورة كسر إيش؟ 20. ها هنا كم؟ 20 على 100 اللي هي 2 من 10 أو 20 من 100. هنا 40، دي سهلة طبعا، أسهل من الواحد. 40 على 100 اللي هي 4 من 10، 6 من 10، 8 من 10، أو 80 من 100. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أبنائي، وحفظكم الله بحفظه من كل مكروه وسوء.